رمضان، رمضان وازاي ان انا احيي القرآن في رمضان. بص يا جماعة، شهر رمضان، الله عز وجل قال على شهر رمضان. طب ما هو رمضان ما هو كافي معروف انه شهر، لكن كلمة شهر ذكرت للايه؟ للتشهير، شهر مشهور بالملائكة بالمغفرة بالرحمة بالعتق بالحسنات بليلة القدر عبادتها قرن من الزمن. فشهر رمضان، بصوا بقى الجمال، شهر رمضان عشان الصيام، اقول لك رمضان عشان هنصوم، غلط. غلط مش صح. رمضان هو الصيام، صحيح الصيام وشعيرة في رمضان علشان يعني قلنا جتها وثمرتها هي التقوى، صح؟ وثمرة الامر في الاول وفي الاخر هو التقوى، ولكن ما قالش صيام ولا قال شهر رمضان للصلاة ولا تراويح، لا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الله على الجمال القرآني صراحة. يبقى رمضان معناه قرآن. لما أقول أنا عايزة أحيي يعني في شهر رمضان معاني القرآن، أنا بقى في رمضان مش عايزين بقى نقول نحيي معاني القرآن، ده إحنا عايزين نحيي القرآن في قلوب الأمة بالحاجات الجميلة اللي أنا هقولها لكم النهاردة. ولو معاك ورقة وقلم اكتبوا ورايا. بص يا جماعة، هو لو انا، ما احنا عشان دايما احنا دايما بنقول احنا بنيجي متاخر، بس معلش الله سبحانه وتعالى يعني يجبر كسرنا وغفلتنا وتقصيرنا. عندك الصحابه بيستعدوا بيها قبلها بست شهور، صح؟ وفي ناس يعني بادئين معانا من فضل الله من شهر رجب كويسين، يعني تابعين معانا، يقول لك احنا بادئين من رجب الغرس، وفعلا ده سبب صحته الغرس. شعبان اسقي بقى، مش انت حطيت الامور بقى. ورمضان الحصير، لا الحصاد بتاعها سبحانك يا ربي، يقول لك ايه انا جاي، لا ده رمضان بقى انا حصلي وهعمل واقرا قران وما شاء الله ايماني هيزيد وهبقى ممتاز جدا. غلط، هتقع. ليه هنقع؟ لان المفروض ان انت مقدم لنفسك من قبلها. للاسف ما بيحصلش كده، احنا بنعمل رقم ثلاثة من اصل ثلاث حاجات اللي المفروض اساسي انا كعبد مسلم وكأمل لله عز وجل المفروض عليا ان انا اخد بالتلات. احنا بنعمل الحاجة رقم تلاتة، وده خطأ بيقع في معظم الناس. عايزين نتداركه النهاردة. المفروض من قام رمضان ايمانا واحتسابا ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا، الاثنين. طب اعمل ايه؟ ما عملتش ايمانا واحتسابا. انا داخل بقول قال لي يا دكتوره يالا، ما يعني الايمان بيزداد بالطاعات صح ولا لا؟ وكلما ازددت طاعات ازداد ايمان. ايوه. طب ليه بنقع؟ علشان ما عنديش استعداد قلبي لتلقي القرآن. للأسف احنا بعدنا، بجد احنا بعدنا عن اللغة العربية فمش فاهمين القرآن. يقول لك ما انا هختم ست ختمات. بصوا بقى تحدي، هنختم ست ختمات في رمضان. انا مش عايزة كده، صدقوني. حلو حلو الكم. كان سيدنا عثمان ده كان نهجه، سيدنا عثمان كان حامل لكتاب الله، فكان يختم 60 مرة في رمضان، يختم في الصباح في أذكار الصباح مرة وأذكار المساء مرة، حاجة يعني. عشان بس بعد مثلا حاجة، طب أنا هجيب 10 مثلا في الطريق، معايا مثلا ساعتين أو ثلاثة، هجيب مثلا إيه 5 وساعتين ثلاثة رايح كده 5 كده 10 أجزاء. وإيه وده كل إيه؟ بتاع 5-6 ساعات، لكن ده يختم كده، ده معناه إيه؟ إنه يومه كله ما بينطقش فيه إلا القرآن. سمي رمضان شهر رمضان انزل في، بيقول لك من كسر تعود الناس في شعبان سمي شهر القراء، لانهم كانوا بيعملوا في شعبان اللي احنا فيه لسه ما خلصش ده. خلي بالكم برده احنا في ايام خطيره في شعبان، يعني لما بنيجي نتكلم احنا عايزين في رمضان اللهم باركنا نبقى نحيي القران، وهقول لكم دلوقتي الخطه العمليه، بس انا بس ايه عايزين نطيب القلب عشان لما اقول لكم يبقى قلوبكم بصوا تاخدوا اللي بقوله كده على طول على التنفيذ. احنا لسه في ايام خطيره في شعبان، خلي بالكم الايام الخطيره اللي في شعبان، انما الاعمال بالخواتيم، وشعبان شهر يرفع فيه الاعمال. لم يذكر انه في النص بس على فكره، يعني ما تقالش ان النص من شعبان هو رفع، لا الشهر كله. والاعمال بايه؟ زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام بالخواتيم. خلاص خلي بالك، خلي بالك احنا عندنا لسه هو بكره السبت والحد والاثنين يوم الشك، ثلاث ايام يعني ثلاث ليالي ربنا يستر فيهم، وتبقى اول ليله ادعو الله سبحانه وتعالى يرانا على خير حال، ويجعل كلامنا النهارده في المحاضره دي فتح لقلوب العباد، عوده الى الله. بايه؟ باللي ربنا قاله يا جماعه. ايات الصيام، ايات الصيام اللي جت وايات شهر رمضان جت انزل فيه القران. فتكريما لانزال القران وان القران نزل في رمضان تكريما له، حقا عليك ان يبقى لك حال مع الله
في القرآن. أما أحيي سنة، أحيي سنة ده فرض. ده أنا مطالبة بالقراءة وبالتدبر وبالحفظ. لكن للأسف إحنا ما بنعملش كده. جميل زي ما قلت لكم إن إحنا ناخد نهج سيدنا عثمان في قصرة القراءة وآخد حسنات، طبعا حسنة بعشرة وعشرة بأضعاف أمثالها، يبقى كده عشرة في عشرة أمثال، يبقى كده عندك صفرين لسبعمية ضعف، يبقى سبعمية ضعف يبقى واحد صفرين وأربعة يعني خمس تصفار، بنتكلم في تسع تصفار دلوقتي. أنتوا متخيلين كم من حسنات؟ ما عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ خاب وخسر، خاب وخسر، خاب. من يا رسول الله؟ من أدرك رمضان ولم يغفر له. لأن شوف كم حسنات بقول لك هو في حرف واحد. واحنا يعني اللهم بارك عليه، سأل الله العفو والعافيه يا رب، ويجعل كده قلوبنا وعقولنا تفوق من الغفله اللي احنا فيها. احيي قلبي واحيي سنه لا احيي فرض القران. فرض، احنا مامورين بتدبر القران. ازاي؟ انا اقول لكم على حاجه جميله جدا جدا، ويلا يعني نقولها كده بتبقى يعني محطوطة في ميزان عمران إن شاء الله يا رب الأمر دوت، ويبقى سنة يستناها كل اللي بيسمعنا. الألفات اللي موجودة على الأبس اللي مكاها 1 2 3 4 أبسات مفتوحة إيه؟ الألفات دولت تنمو النية ديت إن إحنا عايزين نقرأ القرآن السنة دي بشكل مختلف. هقول لكم إزاي. أنا عايزالك يبقى لك حل مع القرآن. ليه؟ تعالوا ما أقول لكم. لما بنيجي نتكلم في فضائل شهر رمضان هقول لكم حاجه جميله جدا. ياتي الصيام عن يمين، فين؟ في القبر. يجي الملك من على اليمين، الصيام يقوم جاي حاجه جدا. لا لا لا، ما تتوجهش من ناحيتي ابدا، مش انا. ايوه بس الصيام جنه، الصيام وجاء حصن، اصل الصيام فانه لي. الله عز وجل قال كده، كل عمل ابن ادم له، يا عم كل حسنه انت بتعملها هي لك، ما لناش دعوه بيها، الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. الله، فما حاجه بتاعت ربنا وانت عاملها على اكمل وجه، ها، بشروط الصيام، خلاص يا حاج يجي الملك على اليمين، لا يمكن، لا يمكن يدخلك على اليمين، لا يمكن الصيام. ويجي على الشمال ايه اللي يحصل؟ تيجي الصلاه. لا لا لا، جاي عشان، لا يمكن، ما يجيش عشان، فيقول له اجلس فيجلس، من ربك ما دينك ما الرسول الذي بعث لك، ربنا ينطق، يا رب انطقنا بالحق، قولوا امين. عايزاكم طول ما بتسمعوني تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولوا امين. يأتي القرآن، كلامنا النهاردة على القرآن، يأتي القرآن. طب واحد حج على اليمين وعلى واحد على الشمال، لا لا لا، ما يجيش القرآن. القرآن له قيمة، له قدسية. يأتي القرآن في صورة رجل صالح، طبعا الرجال هيرجوا للرجال، يعني لو في نساء شو اللي جاي راجل صالح في القبر ده، يعني هيجي لك ان شاء الله حد صالح وجهها منير، وجهه منير، يعني لكن هو صفة الذكورة للتعميم، يجوز للنساء والرجال. لكن احنا عايزين نساء نعمل ايه بالرجل؟ ياتي في القبر وجه منير، يقول له والله وجهك الذي يبشر بالخير من انت؟ يقول له الا تعرفني؟ يقول له مش عارفك انت مين؟ هقول بقى ما كشفت عنك غطاءك، شايف كل الغيبيات اللي كنا بنحكي عنها شافها. يقول له من؟ يقول له انا عملك الصالح، قلت له انا القران. ايه؟ انيس له. ما هو جميل ان يتمنع عنك الملاك المنكر ونكير، ده حاجه كده، لان طبعا مش عارفه شكلهم عامل ازاي وعينيهم بنار وضوافرهم بنحر، يعني شكل مرعب صراحه. لكن قاعد لوحدي كارثه، ما حدش يعرف يعيش لوحده. والله لو قعدناك على جزيره فيها 200,000 قصر وما اعرفش فيها متع الدنيا والاخره، بس يا اقوامره رايح جاي، يلا ما انتش رايح في حته لوحدك، مين يشاركني هذا المتع؟ ما ينفعش ابقى لوحدي. فمين معاك في القبر؟ عملك الصالح والقران يشفعان للعبد. ده في حاجه كمان جميله، كل ده بحببك، انا بطيب القلب دلوقتي عشان اقول لك الخطه تعمل نعمل ايه في رمضان. ويبقى فعلا رمضان ده بدايه عهد جديد يا رب مع القران، اللهم امين. اغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين كتابك يا رب، اللهم امين. اغفر لنا الذنوب التي تحول بيننا وبين القرآن، افتح بيننا وبين كتابك فتحا يا رب، اللهم امين، واجعلنا من اهل القرآن وخصته، اهل الله هم اهل القرآن وخصته. جميل ان يبقى لك سبحان الله لله اهلين. يعني انا مش عايزه والله العظيم اقول معنى، يعني الواحد قلبه يعني بيطير منه جدا. اهل الله اهل القرآن. والله اه، ده فين دول خاصه؟ ده
دول قالوا الله وخاصته، الحبه اللي على جنب ما لهمش دعوه بتوع يوم القيامه، دول اللي واقفين على جنب، واقفين ناس تحت العرش بس في خاصه، جعلنا الله واياكم منهم قولوا امين. فيجي القران بس لا، فيخصص من ايه؟ من قصيته ومن جماله. والله يا جماعه انا هقول لكم مواقف وحاجات حصلت لناس عشان بس نعرف قد ايه اثر القران ده، حتى والله ولو بالقراءه بس تجهد له القليل. ان شاء الله يا رب يبقى يعني السنه دي وبدايه رمضان عهد جديد. ركزوا معايا، القران له قدسيه طب والسور كمان؟ ما هو اصل القران مأدبه الله. يعني ايه مأدبه؟ يعني اختار منه اللي انت عايزه. بص تلاقي عندك صوره كده بتحبها قوي، وزي الصحابه اللي كان بيحب مثلا قراءه سوره قل هو الله احد، فالصحابه اشتكوا لي النبي كل ما نصلي وراي يقول لنا قل هو الله احد. قال يا رسول الله انا احبها ففيها صفه الرحمن، انا بحب الصوره دي عشان بتوصف ربنا، فيها صفه للرحمن. فالله ان الله يحبك بحب قل بس قل هو الله احد. بصوا كمان بركات، ده مش بركات القران بس، كرامات القران. وهحكي لكم النهارده، بيقول لك كثرة القراءة كثرة بركة، بركة عارفين بركة يعني ايه؟ يعني الناس الحاجة اللي بتعملها في سنة وفي شهر أنت بتعملها في فانتو سنة، ده حقيقة يا جماعة، اللي أنا بقوله لكم ده حقيقة ومجربة، وناس عاملينها وناس جربوها ونفع. ها؟ عايزين إيه بقى تاني أكتر من كده؟ طيب. في بس القرآن كله وصور. عندك صور. عندك البقرة لا يستطيعها البطل، هي محسودة؟ معيونة؟ معرفش مين عامل مش عارفه ايه وعامل لك ايه وخبص ومكر الدنيا والاخره. سوره البقره يا بنتي ده توكلي على الله، توكلي على الله، لا يستطيعها البطل واخذها بركه عليك. تعالوا قولوا كده واسالوا اي حد متابع سوره البقره بيقراها كل يوم يقول لك تغير حالي. والله يا دكتوره هاله حالي اتغير من صفر ل 180 درجه. بايه؟ ببركه سوره البقره. طب بس البقره لا، طب ما عندك البقره وآل عمران، يعني الزهروان يوم الغمام، محدش يقدر عارف اللي جاي. عارفين لما بيبقى فيه موقف دبلوماسي، والموقف الدبلوماسي كده ناس مش عارفه ايه، وبعدين الدنيا بتشفى تلاقي الشماسي جت على الوزراء والملوك والرؤساء، انت جاي يوم القيامه كده عليك غمامتين ما شاء الله، الزهروان البقره وآل عمران، جاي في موكب كده خيمه والناس الشمس فوق الرؤوس وانت كده تحت خلاص. ويحجن طبعا يحج عن صحيح، حج عن صحيح. طب بلاش بلاش الصور ده، بس عشان اعرفكم ان القران حتى من اعلاه ما فيش حاجه اسمها ادناه، يعني من اعلاه لاعلاه كله بركه. طب بص الايات اواخر سوره البقره، ها من قرأ خواتيم سوره البقره في ليلته كفتاه كل حاجه، اللي بينام يقول ايه الكرسي فهو في حفظ من الملائكه. طيب الفاتحه ايات الرقيه استرقي بالفاتحة أي وشفاء من الفاتحة رقى بها الصحابي سبع من شفاء شوفي يا بنت. الواقعة ياسين أواخر الحشر الزلزلة التكاثر كل دي فيها، كل دي فيها 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 عبر. تبارك الملك خلاص تعميك وهي المنجية من عذاب القبر، إيه الجمال ده؟ طب الحرف اللي طب انت عندك الحرف الحسن الحسن ال 10 10 ب 700 وزي ما قلنا بتاع تسع اصفار محطوطين، كان في ملايين ده كان في مليارات طالعين، دي 1 2 3 6 و 6 اهو 3 9 مليار. يعني يعني كل دي ثوابات؟ طب بس انا مش بفهم القران، تعالوا بقى تعالوا بقى من الحاجات العمليه، يعني مش عايزين نقول محاضرات صراحه، لا عايزين نقول نعمل ايه؟ طب مش بفهم القران، تعالوا نقول لكم على فكره جميله، ادعو الله سبحانه وتعالى نلقى بها الله عز وجل. ونبقى فعلا للناس اللي عندها همه. يعني انا عندي مثلا طالبات العلم بيقول لك ايه لا هات لنا حاجه ماشي سيروا على قدر ايسركم وامشوا على قدر تمام يفهم ساركم ولا ربنا عالم بينا والله، وان الواحد يعني كده اهو يعني بيتمحك في الثوابات. واحنا مساكين نقول ربنا كده والله يا رب احنا في زمن صعب جدا. كله فتن يا اخوات ويا جماعه كله فتن. ويا رب احنا في زمن رهيب. وفتن على اليمين واليسار وكذا لا وايه بقى؟ ده بقى عندك ان انت عايز تعمل حاجه لو ما انتش كاتب ومركز انت خلاص بقى عندك نوع من انواع سرعه استهلاك خلايا المخ بسبب الميديا. وبص صبعك طالع يعني يلا يلا طلع كومنت شيل مش عارفه ايه يلا اللي بعده الصفحه يلا الابس ده يلا الابلكيشن ده مخك ذات نفسه مش مركز، ده عندك هيبره وقله تركيز.
لو ما انتش كاتب اعمال اليوم والليله وما انتش كاتبه هدف ايه وكذا، ضاع اليوم ضاع اليوم. قلت لك مش قادر. اسمعوا الجمال بقى، ودي فكره النهارده، ادعو الله سبحانه وتعالى يفتح بيها يا رب. اللهم امين. احنا قدامنا وقت قد ايه؟ 5 دقايق. طيب خلينا خلينا نقول لما نقول فكره ان انا عندي جزء في القران هقرا معاني. احنا عندنا التدبر على الشكل ده حاجه اسمها تثوير الصوره، تثوير بالساء. يعني ايه؟ يعني اعرف معاني الكلمات، اعرف سبب نزول الصوره والايات، مدنيه ولا مكيه، مراد الله عز وجل منها ايه، ماذا قال عليها النبي، القصص اللي جت فيها، افعال الله عز وجل، اوامر الله فيها، صفات واسماء الله عز وجل فيها. 10 حاجات. ده التدبر عشان افهم المعاني. يجي مثلا الحفاظ القران يقول لك مش عارف احفظ انا النساء بخواتيم الصور بتاعه النساء دي صعبه قوي، ما بصيرهم بيبقى لا خبير عبير. طب اعمل ايه؟ ما انت لو بتتدبر هتفهم. ان الله بصير، والله بصير بما تعملون، والله بما تعملون بصير. قال لا اعرف ازاي؟ بصوا الجمال، بصوا اللفتات. قال لك لو العمل، لو الآية بتتكلم عن عمل في الدنيا يطلع عليه، أو عمل يطلع عليه أهل الدنيا عادي الناس تعرفه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين الكعبة، أعرف إن العمل هيجي قبل كلمة بصير أو خبير. لو عمل يطلع عليه الناس ويعرف يبقى ذكر يعملون قبل صفة الله سبحانه وتعالى. ولو كان عمل يطلع عليها الله عز وجل وحده لكي لا تحزنوا على المفتدات خلاص والله خبير. لا ليه خبير جت قبل يعملون؟ اصل الحزن في القلب لا يطلع عليه الا الله عز وجل. جميل. عرفت تحفظ؟ اه خلاص كده انت فهمت. هتيجي اي حاجه وما انتش عارف في انه العمل ولا بصير ولا خبير ولا ارجع، عمل دنيوي ولا عمل لله عز وجل؟ تدبر القران حتى في رسم المصحف يا مؤمنين. رسم المصحف والعافين عن الناس عليها ايه؟ عليها مد بالقلب. حركتين يلا ها. طب وقبليها والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ كلمة كاف عليها ألف إيه؟ عليها ألف خنجرية كده. ألف عاملة زي الخنجر كده. ما فيهاش مع إنها مد يكظم. حتى الرسم يكظم ما فيش هنا يعني ما تطولش قوي. كاظمين الغيظ. حتى في رسم المصحف. عندك كمان في رسم المصحف مثلا القراءات المختلفة. كثير، كبير، والاثنين نفس المعنى. سبب نزول الآيات. والله هنا ده الايات بتاعت ان الله اشترى بتاع يشرون انفسهم بتاعت سيدنا، الايه بتاعت سيدنا علي، ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات سيدنا علي. هو ليه تصدق وكان صايم وطلع ومش عارفه ايه وكده، الواحد حتى يتفاعل معاه. الايات بتاعت سوره بدر، الانفال بتاعت غزوه بدر، مين دي يا ولاد؟ مين اللي اختار سيدنا عثمان؟ معقول سيدنا عثمان كان سبب معرف القصه؟ ابقى فرحان، تبقى فرحان. طب واللي انا جاي اقوله لكم النهارده هديه احياء القران في قلوب الامه كلها، افهم معنى القران. يا ابني يا بنتي افهموا معنى القران. انا عندي 30 يوم في رمضان بجيب المصحف واجيب السوره. انا عندي مثلا الجزء الاول اقرا، والله ده التفسير ده والله ما هياخد منك نص ساعه، نص ساعه اقرا تفسير. ها ادي معناها، ادي سبب نزول، ياه ده القصه دي جميله قوي. خلاص نص ساعه بس، وبعدين هتروحي تراويح. مفيش تراويح النهارده، اقول لك التراويح خلاص مقفوله في بلدان المساجد معه. يا سيدي صلي باهل بيتك ولا رجل البيت، حلو فرصه الزوج يقعد يصلي بابنه، روح يصلي بزوجتك وعيالك يعني، او الابن الكبير صلوا باهل بيتكم. وانت بتسمع الجزء، انت كنت عامل ايه؟ انت كنت هو قايل تفسير وحفظ وسبب النزول، مش هيطلع بره قلبك. واتحداك وهعمل معاكم لقاء تاني بعد رمضان، وهطلع بث تاني مباشر بعد رمضان، وهسال الناس وهدخلهم معايا كده، واقول كل واحد عمل الفكره دي وعمل فكره ان هو يقرا الجزء ويعرف تفسيره وبعدين يصلي بيه نسيته، والله من البركات والفتح والمعونات والخيرات مش عايزه اقول كرامات، كرامات حقيقيه مش للانبياء بس والله، وللناس والله، بس احنا اللي ما بنشوفش، ما عندناش البصيره للاسف.
هتحل عليك وعلى قلبك، وبكره تقول ده دكتوره هاله قالت كذا، واحنا بعد رمضان في 30 يوم اتحقق كذا. بركه القران. وما عهدنا حد تعهد القران وتعهد قراءه او فهم او كذا. طبعا القران بيشد، والقران كمان عزيز. اللي هاجر القران ها ايه وضعه؟ صدره ضيق مش قادر، كانما يصعد في السماء. هو بيبقى كده كانما يصعد في السماء. امر صعب يا جماعه، صعب فعلا. وصعب انك انت تلاقي نفسك، هو انا ليه كده حالي متبهدل، هو انا ليه مش مبسوط؟ مهما يكون عندك اعرف ان انت بعيد عن القران. يبقى اول وصيه لي من فضلكم، جربوا اللي انا بقول لكم عليه ده. هات وهاتي الجزء بتاع كل يوم واقراي التفسير بتاعه، اقراي لكل الايات والتفسير نص ساعه. والله مش هاخد منك نص ساعه التفسير، مش هنقول هو الجزء بياخد في قراءه الحضر ساعه ل 10 دقائق مثلا، لكن التفسير هيبقى بسيط، تاخديه كده اهو بسيط، هات تفسير الشيخ السعد او اللي هو ايه في علوم التنزيل، شكرا الكتاب، كتاب كبير كده كان عندي في مصر. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم ويمن عليكم بالفكره دي. طيب تاني حاجه، اعمل مسابقه مع نفسي ومع اهل بيتي، مع نفسي واخواتي ولو انا مش متجوزه ووالدتي وكذا وكذا وكذا. اجيب كل مره، كل مره، ده والله عهد الناس الصالحين. يعني الشيخ ولد الددو كان بيقول حاجه جميله جدا جدا، الشيخ ولد الددو يقال عنه اعلم اهل الارض حاليا. بيقول انا تعلمت العلم من جلسه بعد العشاء مع جدتي وجدتي. كان يجمعوا العيله كلهم، حلوه العيله الجميله اللي بتتجمع على الطاعه دي، احنا مفتقدين الكلام، والله الكورونا فرصه، مش عاملين حظر وقاعدين، اقعدوا، اقعدوا ولكن اذكروا الله. احيوا مجالس الذكر واحيوا جلسه الذكر والايمانيات في قلب البيت، خلي الملائكه تيجي البيوت، خلي ارجوكم، خلي الراوتر يطلع من الشبابيك والدنيا البايظه ديت واللي كل واحد قاعد على الموبايل بتاعه وكل واحد هاجر التاني كده. اقفلوه ساعه واحده بس، وقعدوا اعملوا جلسه ايمانيه. اتكلموا فيها عن الخير، اتكلموا فيها عن القران، اتكلموا فيها عن تدبر، اتعلمنا ايه، واعملوا مسابقه. كل يوم معنى كلمة أو معنى سبب نزول آية من اللي أنت قرأتيه، واللي له هتدعي العيلة كلها تدعي له. أنتوا كم نفر؟ ستة، يلا بينا. اللهم اغفر لمحمد، آمين، واغفر لمحمود يا رب، واجعله من الصالحين يا رب، واجعله من أهل الجنة، واجعله من الكر، اللهم آمين. لو أنت الأم يا سلام، أحلى استغلال. لو أنت الأم تجيب الراجل زوجك كده العظيم، تعالى يا زوج الله يكرمك، تعالى كده هات جيبك وهات المحفظة ويلا بينا هنطلع جايزة كل يوم. ليه اللي هيقول؟ عايزينها جايزة، حاجة مادية، حاجة أي حاجة اللي عيالك بيحبوه. التحبيب في الطاعات بالتحفيز، وده أعلى من وسائل وأدوات التربية يا جماعة. التربية بالتحفيز والتربية بالتشجيع أعلى درجاتها اللي أنا أعملها دي، لكن مش بالتخويف ولا وانت لازم تعمل في رمضان. كرهوا القران وكرهوا الصلاه وكرهوا التراويح وكرهوا، احنا شايفين الزمن عامل ازاي وشايفين الفتن عامله ازاي. فخليكي نصح، انا امل الله وعبد لله، عايزه احبب اللي حواليا في كتاب الله. انا اعرف اخت وما زالت موجوده، يعني اعرفها من 25 سنه، كانت تيجي في ايام رمضان في المسجد ماشيه كده حتى المصحف على راسها، عزكم الله، قران ربي قران ربي، كلام ربي كلام ربي. قلت لها انت ماشيه في المسجد تعملي ايه؟ قلت لها طب احنا مش عايزينه على الراس بس، هو في القلب. تقف تعمل الحاجات اللي احنا مثلا واحنا نازلين وبنركب ترام مثلا ولا رايحين مش عارفه الجامعه وكذا، هي معاها 10 اجزاء حافظه 10 اجزاء وهي راحه وهي جايه بتقول، وفي قلب البتاع تختم بقى مرتين ثلاثه اربعه خمسه، هي زي ما احنا. بركة تعهد القرآن في القراءة والفهم على فكرة بيشدك، وتحس فعلا لو عدى يوم من غير في حاجة، ايه ده؟ في خنقة، في حاجة ناقصة في اليوم، انا ما قرأتش، في حاجة، ولا ما تلاقي قلبك وجعك اصلا، جوارحك مش قادرة ان هي تقوم من النوم عايز اقرأ، او تحلم انك بتقرأ جوه وانت نايم. الناس لها حال مع القرآن، زي سيدنا عبد الله بن مسعود قاعد في وسط الصحابة
وكانوا بيسابقوا قدامه. صح انا بقى وهسه عبال ما ربنا كده يمن علينا بالواسع اقوله امين. وقاعد وصحابي جاي بيقول له مين اللي فاز في اللي بيجروا هناك في السباق ده؟ قال له من غفر الله له. ده واحد عايش القران عنده فقه دعوه، معدي على واحد بيتغنى قاعد بيقول اغاني وبتاع، صوته حلو في الاغاني يعني. قال له ما احلى هذا الصوت لو كان بالقران. خلاص شوف عمل ايه، اعزز السلوك الايجابي والقيمه الايمانيه بالتحفيز. بالتحفيز لو انا في وسط كل في مكان، انا كزوجه يبقى مع اولادي واهل بيتي، في شغلي مع زمايلي المحيطات يعني النساء مع النساء والرجال مع الرجال، عشان ما عندناش اختلاط يعني مش ناقصين هم في الامه. ندعو الله سبحانه وتعالى للامه بالخير والعفه والطهاره قولوا امين. في طبيب مجالك، واعرف طبيب كان سبب اسلام ناس كثيره جدا جدا. يقول لك انا كنت في بلدي العربي وبعدين لما طلعت بركون كله بالمعامله وكلمه واحده بس، كلمه واحده او حديث واحد حبب الناس. كل في مجال وكل على صغر وكل هيسال. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو ايه. سبحان الله ما قالش كلمه عنه، قال ايه. ليه؟ لان ثواب القران. انتوا هاتوا كده يعني سوره ايه القدر، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فين واسجد واقترب؟ سوره العلق. بعديها امتى اسجد واقترب؟ انا انزلناه. يعني شوفوا حتى البلاغه فين، اواخر السوره واول السوره اللي بعدها اللي واسجد واقترب فين يا رب؟ انا انزلناه في ليله القدر، قران. يبقى انا لما اقول انا نفسي ابقى من اهل القران، انا هحكي لكم على ست بنات دول دخلوا اول سنه اولى جامعه، وهذا الامر حصل قدامي وهم ما زالوا موجودين يعني احياء يرزقون، وهم عارفين ان هم موجودين لسه في 2021. وقالوا احنا عندنا 6 سنين كليه طب، واحنا كان نفسنا مشغولين بقى في السنه والمذاكره، وما احنا زي زمايلنا رحنا اتعلمنا وحفظنا قران. ايه رايكم ناخد كل سنه من سنه اولى طب دي 5 اجزاء ونحفظ، ونيجوا في السنة اللي بعديها يبقى معانا، وهكذا على سنة 6 بشري 6 طب يكون 6 في 5 30 جزء. وعملوا كده وبقت حفل التخرج حفل تكريم حملة كتاب الله، حفل تخرجهم من الجامعة حفل حملة تكريم. منهم واحدة مش بس خدت الحفظ، لا خدت التفسير. والله يا جماعة أنا زي ما بقول لكم كده بنبقى قاعدين في قاعده كده وبنتكلم على البتاع ومعانا مثلا ايه، هنقرا من تفسير ايه يا جماعه، يلا افتحوا ابن كثير. فتقول لا 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 افتحوا بصوا في ابن كثير الكبير هتلاقوا الصفحه على ايدكم اليمين فوق، هاتوا كده يلا من اول وانزلنا. في المختصر بقى هتلاقوها الصفحه الثانيه في النص الثاني على الشمال. ده بتتكلم في التفسير مش في القران. ايه اللي حصل؟ هي عايشه معايا. طب ايه المعينات؟ من بس ان انا اعرف واقرا تفسير وكده؟ لا، صلي بيه. الايات اللي بتحفظي، حفظت 5 ايات، ها صلي بيهم يا بنتي، ويا ابني صلي بيهم تراويح، صلي بيهم قيام، ما بيتنسوش. يعني انا احكي لكم عن مثلا ايات انا حفظتها، فاكره حفظتها امتى؟ وكنت فين؟ ومين اللي كان حواليا وسمعت لمين؟ ما بتتنساش الايات اللي بتحفظيها وبتصلي بيها، ما بتتنساش. طب اعمل ايه؟ صلي. طب احفظ ازاي اصلا 5 وارجع 5 10؟ كتير عليا. اسمعوا طريقه جميله للحفظ. انا هجيب بس يا ستي 5 ايات كتير، هو الخمسه لوح يعني لوح بالمصري يعني وجه صفحه يعني بالمصحف المدني. طبعا احنا الناس العواجيز، فاحنا انا مصحف شمري. المصحف المدني ده حديث بالنسبه لي. فاللوح وجهي كده، اعمل ايه بال5 ايات؟ بجيبهم. قبل ما اقول لك طريقه الحفظ، تعالى اما احكي لك واحد ما هوش عربي ولكن مسلم من بلاد اللي هي بتاعت يعني كازاخستان او حاجه من حاجه استاند يعني من البلاد دي. ده انا شفته يعني كان واقف كان بيحفظ في المسجد، واحنا كنا معديين بناخد معرفش كتب ايه وعلى المكتبه ايه، والكلام ده كان في القاهره.
واحنا كنا على سفر يعني، انا محافظتي مش القاهره، انا محافظه تانية طنطا والقاهره، كنا عايزين بسرعه عشان ناخد الحاجه ونروح على المشايخ، مش ناخد الكتب والحاجه وايه ونطلع. فشفت الشاب دوت غلام يعني 17 سنه 18 سنه، وقاعد بيحفظ لوح 5 ايات. لو انا سالتكم يا الناس اللي بتسمعني دلوقتي، لو سالتكم ممكن بيكرر الايه كم مره عشان يحفظها؟ ها، 5 10 20، وبيكتبها والله هذا ما رأي 150 مرة، بيكرر الآية 150 مرة ويكتبها، آية واحدة بس هتتنسى؟ مش هتتنسى 150 مرة، احنا بنقول 100 مرة يا منة بتقول 100 مرة، لا 150 مرة، ويجيب الآية اللي بعديها فيكرر الآيتين 150 مرة. احنا بنقول لكوش كده، انا بقول لك كرري الآية الواحدة 5 مرات، وبعدين هاتي الآية اللي بعديها 5 مرات، وبعدين كرري الآية 1 والآية 2 5 مرات، وهكذا في الثالثة والرابعة، مش هيتنسى. قفلتي سمعي، وانا بقى عارفة التحفيظ، سمعتي يلا صلي بيها، يقوم يصلي بيها القيام، مش هتتنسى. ده انا عارفة تفسيرها، عارفه سبب نزولها، خدت تثوير مراد الله عز وجل فيها، افعال الله فيها ايه، اسماء الله الحسنى، صفات ربنا. ادعو الله انك تاخدوا كلام، تسمعوا كلام مش بودانكم، بقلوبكم، وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قولوا امين. انا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، بس خلينا نطلع في اخر الكلام، خلي القران نصب عيني. شفت اللي كان بتقول كلام ربي كلام ربي، قرآن ربي قرآن ربي، هو كده، خلوا القرآن في دمك ويجري في دمك، وعند ما يعدي يوم الا ما كده. اعرف زوجة والدة توأم، مش اتنين، والدة توأم 3، وعندها وكانت حاملة على 40، يعني الطفل اللي فوقها سنة، وكانت تبكي ليه؟ مش عشان المجهود ولا علشان كذا، كانت تبكي فقط علشان خاطر هي مش عارفه تقرا ورده. تقول لي افتح يا دكتوره هاله كده واجي على اول ايه وانام، ما مش قادره، 3 توائم وعيل يعني 4 عيال قرود في البيت، وبركه بس ان هي بس الامر ده ربنا هيجزي طالما انا عايز وبسعى وبجهد. ادعو الله سبحانه وتعالى اجعلنا واياكم يا رب من اهل القران، واجعلنا واياكم يا رب من اصحاب اهل الله وخصت، ويبقى على رمضان ده بدايه، اللهم يا رب اجعله بدايه في عهد مع القران وفتوحات القران وبركات القران لنا ولاولادنا، اللهم امين.